بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ بمشيئة الله الليلة موضوع هو في غاية الأهمية، وهو موضوع المربي وصفات هذا المربي، صفات هذا المربي. فهذا الموضوع يعني ليس محاضرة عامة، لكنه يحتاج إلى تركيز وإلى مشاركة، يحتاج إلى تركيز وإلى مشاركة. فهذا الموضوع يتكلم عن صفات المربي الذي ينبغي أن يقوم بعملية التربية وعملية التنشئة وعملية متابعة بناء الأجيال، عملية متابعة بناء الأجيال. فمعظم المشاكل التي تحدث في واقعنا سواء في الشارع أو في البيت أو في المسجد، السبب الأساسي هو تفتكروا إيه؟ هو إيه؟ قلة ولا عدم ولا ضعف؟ ده في تباين، في بيقول عدم خالص مفيش تربية، في بيقول ضعف في التربية، مش كده؟ هو ضعف في التربية عشان ما نظلمش برضو إيه؟ يعني عشان ما نظلمش بعضينا، ضعف التربية، ضعف التربية. كان أكيد أكيد الوالد في البيت بيبذل مجهود، وأكيد الأخ في المسجد بيبذل مجهود، وأكيد المعلم في المدرسة بيبذل مجهود، وكل واحد هو مركز للتربية والتأثير بيبذل مجهود. ولكن هذه المجهودات كلها هل تسير في خطوط متوازية فتبني، أم خطوط متصادمة؟ في أحيان كثيرة جدا هذه الخطوط تكون متصادمة، ما تكونش خطوط بناءة. ولذلك نحن نريد أن نرشد هذه الجهود وأن تتجه هذه الجهود في اتجاه واحد، بحيث الاتجاه كله اتجاه بناء. كل ما نراه من مشكلات زي ما قلت في مسجدنا أو في شارعنا أو في بيوتنا، لو وقفت مع كل مشكلة هتجد أن الأساس أن هذا الطالب أو هذا الطفل أو أن هذا الشاب لم يجد قدر من التربية. محدش قال له، محدش نبهه، محدش عرفه، محدش رباه. ومن تعريفات التربية، من تعريفات التربية أن تتابع الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ تماما. أن تتابع الشيء، إن التربية من تعريفتها متابعة الشيء، أي حاجة، شيئا فشيئا حتى يبلغ تماما. حتى لو إن في بنيان أنت بتبنيه، لو أنت تتابع بناؤه دور دور دور، وبعد كده يصل إلى إيه؟ إلى نهاية الأدوار. فكذلك تربية النشأ، أنت تتابع مرحلة 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 حتى يبلغ هذا النشأ تمامه، فيتم هذا البناء. فعملية التربية عملية بناء تدريجي، عملية بناء تدريجي، بناء تراكمي. يعني التربية ما هيش محاضرة الواحد يوم جاي واخدها ويديها لابنه ويبقى ابنه هو كده تربى، لا مش كده. دي العملية عملية صعبة وشاقة، وتحتاج إلى مدافعة، إلى بذل مجهود. يعني أنت بتبذل مجهود، أنت بتعمل فعل، وفي من ابنك رد فعل. ممكن رد فعل ده يكون مضاد، ممكن يكون موازي، ممكن يكون بيعضد، المهم ان في رد فعل. فنحن نريد ان نتحدث عن صفات وكيفية انشاء هذا المربي. فبنقول بداية ان اركان العملية التربوية، اركان العملية التربوية ثلاثة، زي ما كل حاجة لها اسس ولها اعمدة، فبنقول ان اركان العملية التربوية ثلاث حاجات، ثلاث اركان. اول ركن فيها تفتكروا ايه؟ عايز اسمع. المربي، ماشي. تاني ركن المتربي، الطالب نفسه. تالت ركن العملية الوسيلة، الأسرة، المؤثرات، البيئة، ولا المنهج؟ المنهج بقى، المنهج. الأسرة والمجتمع والظروف الاقتصادية والحاجات دي كلها، دي مؤثرات، دي كلها مؤثرات. لكن ايه هي الأعمدة؟ هما تلات أعمدة اللي بتقوم عليهم العملية التربوية. إن لازم يكون في طالب، أمال المنهج والمعلم على مين؟ منهج ومعلم من غير طالب إيه لازمة؟ خلاص مفيش. طب ما قلنا منهج وطالب ومفيش معلم، برضو مفيش. معلم ومنهج ومفيش، لا تستقيم. لازم التلاتة دول مع بعضهم، المنهج
والمعلم والمتربي اللي هو الطالب الذي نتعامل معه. والطالب ده هو محل العملية التربوية، يعني هو الذي من أجله تتم العملية التربوية، من أجله تعد المنهج. يعني الطالب ده اللي هو ابني وابنك وأخويا وأخوك والشاب اللي في المسجد، هذا من أجله تعد المناهج والبرامج، ومن أجله كذلك يعد المربي الذي سيقوم بتهيئته وتنشئته وتعليمه وتدريبه والتدرج معه حتى يبلغ نموه ويبلغ تمامه. فالطالب تؤثر عليه مؤثرات كثيرة جدا، تؤثر عليه مؤثرات كثيرة جدا. من هذه المؤثرات المجتمع، المجتمع من أقوى المؤثرات التي تؤثر على الطالب. يعني أنت بتبقى أنت أخ وزوجتك ملتزمة والبيت كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ملتزم، ولكن ابنك يروح المدرسة، اللي بيحصل له هو متربي معاك، قعدت تربيه فملتزم، وأول ما راح المدرسة واحتك ببقية زملائه والطلبة والشارع حصل إيه؟ السلوك اتغير. طب وجهدك وجهد الوالدة وكل اللي بذلناه، هل ده راح هدر؟ عايز أسمع، دي هدر ولا مش هدر؟ لا ما راحش هدر، ما راحش هدر، ما تظنش إنه راح هدر، لا دي بذرة موجودة، بذرة موجودة، ولكن إيه بيحصل عليها بعض المؤثرات فتتدارى. زي ما يكون أنت عندك حاطط حاجة كده هو، وقام جاية ريح مترابية شديدة قام جاية مغطيها. فاكرين زمان أنتوا لما كان قضبان القطر بقى إيه، قطر المطروح ده لما كانت تهب عليه الرياح كان يحصل إيه في القضيب؟ يتدارى، ما عادش له أثر. لكن القضيب موجود ولا مش موجود؟ موجود، مجرد ما تيجي كاسحات وتقوم جاي شايل الرملة بان القضيب من تاني. اللي انت بتغرسه في ابنك او في الطالب في المسجد ما بيروحش لو كان في اخلاص. خد بالك، ما انت ممكن تبذل لكن ما يكونش في اخلاص يبقى راح، لكن لو بتبذل وفي اخلاص تاكد انه لا يمكن يروح. لان العلماء بيقولوا ايه، ان الكلمات المخلصه تجد طريقها الى القلوب مهما طال عليها الزمان. الكلمات المخلصه تجد طريقها إلى القلوب مهما طال عليها الزمان، مهما طال. أنت قلت كلمة النهاردة لكن كلمة دي مخلصة لا تبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، تظل هذه الكلمة لها نفعها. إمتى يظهر نفعها ده؟ في يوم من الأيام، عنده 15 سنة ممكن يظهر، 20 سنة ممكن يظهر. المهم أن هذه الكلمات الطيبة الصالحة المخلصة لا يمكن أنها تروح طالما بذلت لوجه الله تبارك وتعالى. المجتمع في أخلاقيات، في سلوك، في أعراف، في أشياء كثيرة جدا الطالب بيحتك بيها، ولذلك دي كلها مدارس بتؤثر. فالمربي لابد أن يدرك المجتمع، لازم تعرف المجتمع في إيه. ما يبقاش المربي في برج عاجي لا يعرف ما يدور في المجتمع، لازم المربي يكون عارف بكل خبايا وسلبيات وإيجابيات هذا المجتمع. ولذلك أنت لما تيجي تبدأ تربية في مكان لازم تعرف زي ما يقولوا البيئة. ولذلك بعض العلماء يحط البيئة من أركان العملية التربوية لخطورتها، لأن البيئة دي بتأثر تأثير كبير جدا. لكن احنا بنقوله أن البيئة دي من المؤثرات، ولذلك أي واحد يريد أن يربي لابد أن هو ينظر إلى البيئة التي يربي فيها. البيئات بتختلف، المجتمعات بتختلف، ممكن مجتمع الواحد فيه طبقات. مجتمع المصري مثلا، هل المجتمع اللي في المدينة زي المجتمع اللي في الريف؟ هل المجتمع اللي في الحضر زي المجتمع البدوي اللي في الصحراء؟ ولا كله بيختلف عن بعضين؟ رغم انه مجتمع واحد اسمه المجتمع المصري، هو مجتمع واحد لكن بتختلف طباعه وتختلف عاداته. عادات المجتمع العربي العرباوي اللي هو في الصحراء تختلف عن عادات وتقاليد المجتمع المدينة هنا جوه المدينة، جوه اسكندرية غير مطروح. هل عادات وتقاليد زي بعضها؟ حتى في طريقة الأكل والشرب زي بعضها؟ تختلف تماما. نوعية الأكل الأساسية والرئيسية في المجتمعات تختلف. يعني هنا جوه اسكندرية الأكل الرئيسية ايه؟ فول، فول على طول، خلاص فول وطعمية. هناك الأكل الرئيسية رز ولحم، رز ولحم، ايه خلاص دي الأكل الرئيسية. فمعروف انت رايح الصحراء هتاكل ايه النهاردة؟ رز ولحم. انت ناس اسكندرية هتاكل ايه النهاردة؟ فول أبو ربيع ولا أم ربيع ولا أي حاجة، وهو خلاص بقى فول معروف. ثقافة المجتمع بتؤثر في من تربيه. معايا حاج؟ خليك معايا. ثقافة المجتمع بتؤثر فين؟
في من تربيه. فكل مجتمع لابد ان احنا ندرك ثقافته حتى نستطيع ان نتعامل معه. الأسرة بتؤثر كذلك في تربية الطالب. الاقتصاد نفسه، المستوى الاقتصادي، لو كان واحد مثلا غني او واحد فقير او واحد متوسط، برضو المستوى الاقتصادي بيؤثر في تربية هذا الشاب. بل المجتمع المتدين نفسه احيانا بيؤثر في سلوك هذا الطالب الذي ينشأ. ليه؟ لان احيانا يكون بعض المجتمعات المتدينة متدينة ولكن بصورة على غير الهدي وغير السنة، يعني متشددة، يعني بتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم وسط وكله يسر. ففي بعض المجتمعات تجد فيه درجة من التشدد الشديدة جدا، اللي تجد معاها الأولاد يجدون نفرة في هذا الالتزام، نفرة في هذا التدين. لأن أحيانا مثلا الأب والأم في البيت كل حاجة حرام على الولد، كل حاجة أعمل دي حرام، أعمل دي حرام، أكل دي حرام، أروح هنا حرام، مفيش فقه، مفيش نوع من يعني النظر في الحلال والحرام والأمور التي يحتاج إليها الطالب. ولذلك تجد إن إيه؟ إن كل حاجة تبقى حرام حرام حرام، فالولد هيحب ينفر، هيحب يخرج من هذه البوتقة اللي كلها حرام فحرام. ولذلك بنقوله إن لابد إن الأسرة في البيت يكون عندها فقه بالحلال والحرام، إيه الحلال على الولد الصغير دوت وإيه الحرام له، لما يكبر يبقى في سن بلوغ إيه الحرام وإيه الحلال. يبقى كل مرحلة لها يعني أحكامها ولها ظروفها الخاصة بها التي لابد أن نتعامل معها بما يتناسب معها. فبنقوله أن المتربي بيتعرض لهذه الظروف، وهو صراحة في عدة مدارس ثقافية مختلفة وعدة مدارس تربوية مختلفة. يعني المدرسة بتربي بطريقة، والتلفزيون بيربي بطريقة، والمسجد بيربي بطريقة، والأسرة بتربي بطريقة. فتجد أن الشاب بيتربى بعدة طرق وعدة مؤثرات. ولذلك الشاب الذي يخلص لك ويلتزم ويستقيم على الطريق، يبقى ده انتصر على كم مؤثر؟ على مؤثرات كثيرة جدا، وعلى يعني مدارس تربوية كثيرة جدا. واختار ان هو يكون في هذه المدرسة التي تربيه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. اختار هذه المدرسة، دي مرحلة صعبة جدا ان هو يختارها ويوصلها، فلا شك ان هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. بنقوله ايه هو دور المربي، ايه هو دور المربي. هنقول سطرين كده هو مهمين جدا نركز مع بعضنا فيهم. بيقول هو ايه دوره، هو الجهد التربوي الرشيد الذي يصلح ما فسد. يبقى دور المربي ايه؟ بيبذل جهد تربوي رشيد، هذا الجهد يصلح ما فسد وينقي ما بقى. يعني في مجتمعنا حاجات فيها رواسب، جهد التربوي ينقيها ويطهرها وينقي ما صلح، ويرتقي بمستوى المتربي، يرتقي بمستوى المتربي بصورة متوازنة بعيدة عن الاختلال والعشوائية. يبقى هو جهد تربوي بيصلح ما فسد وينقي ما بقى، ويرتقي بهذا المتربي بصورة متوازنة ليس فيها اختلال وليس فيها عشوائية. المربي ليس شرطيا. يعني المربي ليس شرطيا، كيف يتعامل الشرطي مع الأخطاء؟ عايز نسمع بيعمل ايه الشرطي مع الأخطاء. واحد أخطأ الشرطي بيعمل ايه؟ بيعاقبه على طول، بيعاقبه على طول. فالشرطي يتعامل مع الأخطاء بالعقاب. طب المربي ازاي هيتعامل مع الأخطاء؟ تفتكر بقى ازاي مربي يتعامل مع الاخطاء؟ بالتوجيه. مين بيتكلم؟ تمام يا حاج، بالتوجيه. وايه تاني؟ الحكمه. يبقى التوجيه بالحكمه بالنصح بالارشاد. يبقى المربي ليس شرطيا لكنه يتعامل مع الاخطاء بالتصويب، يعني يصوبها، يصوب الاخطاء، يقول له لا يا ابني ده غلط، ما ينفعش تعمل كده، ده نتيجته كذا وكذا وكذا وكذا، يبين الأخطاء بتاعت إيه؟ بتاعت الموضوع. فالمربي يصوب الأخطاء. طب وبيعمل إيه المربي مع الحاجة الكويسة، مع الصواب اللي موجود؟ يعني طالب عمل حاجة كويسة، ابنك في البيت عمل حاجة كويسة، يكافئه ورفع روح معنوية. إيه تاني؟ يحفزه. إيه تاني؟ تحفيز، رفع روح معنوية وكافئه.
تشجيعه مدحه ها ويعمل ايه في الحاجه الكويسه اللي هو عملها؟ ينميها. يبقى المربي خد بالك بقى بيعمل حاجتين، يتعامل مع الاخطاء بالتصويب ويتعامل مع الصواب بالتطوير، بيطور الصواب. يعني ده عمل حاجه كويسه، اولا يشجعه ويكافئه يقول له ممتاز ممتاز جزاك الله خيرا تمام، بس ايه رايك لو عملت كده كمان كده كمان تبقى احسن ولا اقل؟ احسن. هو كده جميل جدا، لكن ايه رايك لو عملت كده كمان؟ يعني هو افرض هو مثلا قرأ جزء، قل له ممتاز جدا، جزء جميل جدا جزاك الله خير، بس ايه رايك لو جبت كمان ربع؟ ربع دوت خلال اسبوع هيجيب لك جزء كمان. يبقى بيطور ما بيطورش؟ يبقى هو بيطوره. يبقى المربي انت لست شرطيا، المربي ليس شرطيا. فالشرطي يتعامل مع الاخطاء بالعقاب. فخلي بالك بقى الاب ما يبقاش شرطي في بيته. كل ما الواد يكسر له كوباية يكسر ايده عليها ويضربه ويشتمه ويهينه على كوباية هي في الاخر بثلاثة اربعة جنيه بخمسة جنيه، مش كده؟ ما تسويش حاجة يعني قيمتها، طالما قيمتها مادية، طالما قيمتها في الاخر قروش فلوس، يبقى خلاص ما يعني لا داعي للزجر الشديد والعقاب الأليم على شيء بسيط. نعم اذا كنا هنعاقب نعاقب، ولكن العقاب على قدر المشكلة، على قدر الجريمة. ما تبقاش جريمة صغيرة والعقاب يبقى ايه؟ عقاب شديد. الله، امال لما يخطأ خطأ شديد هتعاقبه بايه؟ ما انت جبت الاخر خلاص. يعني هو كسر كوبايه مسكته كتفته وربطته وضربته وفلكته، الله، امال لما يعمل مصيبه كبيره راح تعمل ايه؟ نفس العقاب؟ ولا حاجه بيقول لك اضربه بالنار شكله مسلح. ما ينفعش اضربه بالنار، طبعا ده ابنك. في الاخر هو ابنك، هضربه ازاي بالنار ولا احط تحته الترام؟ مش هيحصل، ما تقدرش. فعشان كده بيقول لك ان مربي يدرك انه ليس شرطيا لكنه يتعامل مع الاخطاء بالتصويب، يصوب الاخطاء برفق بحكمه بلين، ثم يتعامل مع الصواب بالتطوير، ان هو يقبله ويشجعه ويكافئه عليه ثم يدعوه الى تطويره وتنميته حتى يزداد ويكبر. وكما ذكرنا ان التربيه هي متابعه الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ تمامه، والتربيه هي عمليه تحويل. في الحقيقة احنا لما نقوله عايزين نربي الشاب ده، يعني عايزين نغيره، نغير عقيدته، نغير عبادته، نغير أخلاقه، نغير سلوكه، نغير معاملاته. خمس حاجات مهمة جدا تحتاج إلى تغيير. أول شيء تغيير العقيدة، تغيير العبادة، تغيير الأخلاق، تغيير السلوك، تغيير المعاملة. واحد يقول لي هو ممكن اللي يحصل تغيير في عقيدة؟ افرض واحد عقيدته خريبة، هل ممكن احنا نغيرها؟ اه ممكن نغيرها. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيخبرنا عن عمق هذا التغيير، ويقول كل مولود يولد على الفطرة. يعني ايه الفطرة؟ الاسلام. بص اللي بيحصل، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يعني هو مولود على الاسلام، أبوه ممكن يخليه نصراني، أبوه ممكن يخليه يهودي، أبوه ممكن يخليه مجوسي. طب إحنا بقى بالعكس، لو إن الولد تلوث ببعض المفاهيم الخريبة في العقيدة، هل ممكن إحنا نغيرها ولا مش ممكن؟ سهلة، فأبواه أو من يقوم مقامهما، يعني المربي زي الأبوين يستطيع كذلك أن يغير. ولكن زي ما هنشوفهم إن مش أي واحد يقدر يغير، لازم يكون مربي له صفات معينة مؤهل للقيام بعملية التربية وعملية التغيير. فالتغيير قادم، لا بأس إن هو يغير في عقيدته أو في أخلاقه أو في سلوكه أو في معاملاته. أحيانا الولد بيجي لك عنده أخلاق سيئة، تربى وتأثر في الشارع، هل يمكن إن هو يتغير ولا صعب؟ ولد بيشتم، ولد بيسرق، ولد بيكذب، هل ممكن هو يتغير ولا خلاص يتأسس على كده؟ خلاص كله ممكن يتغير، كله ممكن يغير، ولكن يحتاج إلى برامج للتغيير. ده كان المدمن بيودوه مستشفى ويبقى في مصحة وفي طريقة معينة للعلاج، في كورسات معينة للعلاج، وبإذن الله بيتم شفائه. ما بالك واحد بقى سلوكه فيه بعض الانحراف أو بعض الخلل، هل يمكن تعديل السلوك؟ قطعا يمكن تعديل السلوك، ولكن من الذي سيعدل السلوك؟ من الذي سيعدل السلوك؟
الذي يعدل السلوك هو مربي كفء قادر على تعديل السلوك. يبقى مش اي واحد هيقدر يمارس عمليه ايه؟ عمليه التربيه. ولذلك نقول لا يصلح كل احد ان يكون مربيا، فالمربي له صفات تتناسب مع الدور الذي يقوم به. يعني مش اي واحد قاعد مع الاولاد بيحفظهم نقول عليه ده مربي، لا 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 مش كده. ولا اي واحد بيخطب على المنبر نقول عليه مربي، مش كده برضه. ولا اي واحد بيدرس نقول عليه مربي، مش كده. ولكن له صفات معينه لابد ان نراها، وهناك مؤهلات عامه لازم تكون موجوده في المربي وفي غيره. زي الاخلاص، دي حاجه لازم تكون موجوده في كل من يعمل لله تبارك وتعالى. الاخلاص، العلم، الحكمه، دول ثلاث مواصفات مهمين جدا. ما ينفعش يبقى مربي ما عندوش اخلاص، يبقى جهده وسعيه ضايع، ده خسران، لان جهد كبير جدا بيبذل ثم في النهايه لا قيمه. اذا الاخلاص، العلم، لا يصلح ان يكون المربي على غير علم، لازم يكون عنده علم لانه بيربي، بيغرس، بيعلم، بيوجه، بيحط العلم بطريقه جديده فيتربى عليها النشء. لو هو ما عندوش علم يبقى هيحط ايه؟ اذا لابد من العلم، لو ما فيش علم هيحط بدع وخرافات وضلالات. العلم، الحكمه، يحتاج الى لين، الى رفق، الى حكمه في التعامل مع اصناف الشباب، لان شيء زي ما نشوف ان شاء الله بعد كده ان الشباب انماط، الناس انماط مختلفه. هل احنا قاعدين في المسجد دلوقتي كلنا زي بعضنا، ولا كل واحد مختلف في طبيعته الشخصيه عن الاخر؟ قطعا دلوقتي كل واحد مختلف في طبيعته الشخصيه عن الاخر. كذلك الشباب، لو عندك 20 شاب قاعدين قدامك، دول 20 دماغ، 20 دماغ، كيف تتعامل معهم؟ اذا تحتاج الى الحكمه حتى تستطيع ان تتعامل مع هذه الدماغات المختلفه. هناك ثلاث الفاظ او مصطلحات دايما الناس بتقولها وتظن ان كلها واحد، القائد، المربي، الداعي، كل واحد. كل واحد ولا في فرق؟ ايه رايكم يا اخوانا؟ كل واحد ولا في فرق؟ كل واحد. يعني مثلا ايه، راجل طلع على المنبر خطب يقول لك القائد الداعي المربي فلان الفلاني، ينفع الثلاثه في واحد؟ لا، هي ينفع الثلاثه في واحد؟ ينفع، ممكن الثلاثه في واحد، ممكن اثنين في واحد، ممكن واحد في واحد. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون قائد وداعي في آن واحد، ممكن يكون مربي وداعي في آن واحد، ممكن يكون مربي وقائد في آن واحد، ممكن اثنين في واحد، وممكن ثلاثة في واحد، ولكن هذه نادرة. نادر انك انت تلاقي الثلاثة مجموعين في واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائدا ومربيا وداعيا صلى الله عليه وسلم. نموذج فريد. كان في زي مثل هذه المواصفات ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. كان في ايضا مواصفات اخرى او صفات مثل هذه الصفات في بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلح للقياده ويصلح للتربيه ويصلح كذلك للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طيب ايه الفرق بين القائد وبين المربي وبين الداعي؟ عايز واحد يقول لي كده، القائد، مين القائد ده؟ القائد، عايز اعرف، حد يقول لي القائد؟ ايه حاجه القائد؟ ما تكون مرتب لنا. اللي بيسوق العربيه القائد. مين قال لي بيسوق العربية؟ ها؟ صح يا حاج؟ القائد يقود السيارة ويقود الطيارة ويقود المركب. إيه تاني؟ عايز حاجة تانية؟ يقود جيش. حازم. دي كلها مواصفات. دي كلها مواصفات، قائد، ها؟ وضع خطط، القائد يضع خطط. شخصية. يكون أكتر واحد ملم بالشيء اللي هيقود. يكون أكتر واحد ملم بالشيء اللي هيقود، اتفضل. صاحب؟ صاحب قرار، عنصر فعال. صاحب قرار، عنصر فعال. طب نسمع، يقول القائد هو الذي يتولى إدارة الأفراد وحملهم على تحقيق هدف محدد. يعني القائد ده عنده أفراد، بيعمل إيه في الأفراد اللي عنده دي؟ يقدر يرتبهم عشان ينضفوا سجاد، يقدر يرتبهم عشان يبيضوا الجامع. يعني القائد يحسن ترتيب الأفراد لتحقيق الأهداف. القائد يحسن ترتيب الافراد لتحقيق الاهداف. احنا قاعدين في الجامعه اهو، القائد مين اللي هيطلع يقول
خمسة ينزلوا ينضفوا الحمامات، خمسة دول يطلعوا يبيضوا الصندرة، خمسة دول يفضوا السجاد، خمسة دول مين ده؟ ده القائد. عنده أفراد ولكن بيحسن توظيف الأفراد لتحقيق الأهداف. واضح؟ أي حد يقدر يعمل كده بقى؟ احنا كلنا مع بعضنا دلوقتي ممكن كلنا تلاقي فينا واحد قائد، اثنين قائد، ثلاثة قائد، اللي يقدروا يعملوا كده. الباقي يقول لك يا حم انا جندي، حطني مطرح ما تحطني، قول لي نظف السجاد راح انظف، قول لي نظف الحمامات راح انظف. هو مش عيب، بس هو كده قائد؟ لا مش قائد، هي كده جندي، هو كده فرد بينما الافراد. لكن القائد هو من يحسن ترتيب هؤلاء الافراد واستعمالهم لتحقيق هدف محدد. يعني القائد يعتبر بوصلة ولا ساعة؟ بوصلة، لأن هو بيوجه. بوصلة إن هو إيه؟ هو بيوجه كده اطلع كده، كده اطلع كده. يبقى القائد ده يعتبر بوصلة. المربي، المربي هو الذي يتولى إعداد الأفراد وتأهيلهم ليعملوا على تحقيق تلك الأهداف. هو القائد جه لقى إيه؟ هقوله تعالي التعريف ده بس لما أشرحه. القائد جه لقى أفراد في الجامع فقال لدول انزلوا نظفوا دورة المية، نزلوا. هو علمهم ازاي نظفوا دورة المية؟ هو رباهم ان هم يسمعوا الكلام؟ لا. وما مين اللي عمل فيهم كده؟ المربي. المربي هو اللي أهل الأفراد دي للقيام بالأهداف اللي هيطلبها القائد. إذا ده دور مهم ولا مش مهم؟ ده هو ده تأهيل الأفراد. لأنك أنت ممكن تبقى قائد ناجح جدا وقدامك ناس متمردين، انزل نظف. لا انظف ليه؟ طب ما تنظف انت. ما بتحصلش؟ بتحصل كتير. ليه؟ شخصيات مش متربيه. هي دي القيمه بقى، قيمه التربيه، انك تجد الشخص مربى، تيجي تقول له اعمل يقول لك حاضر وينزل يعمل. ليه؟ بيحتسب بسرعه ويعرف هو بيعمل كده ليه. يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في عمله الذي يقوم به. المربي هو الذي يتولى اعداد الافراد وتاهيلهم ليعملوا على تحقيق تلك الأهداف، لتحقيق تلك الأهداف. يبقى كده المربي بوصلة ولا ساعة؟ ساعة تحقق الاتزان. ساعة بربي الشخص، عارف النهاردة دلوقتي بيعمل ايه، دلوقتي بيعمل ايه، دلوقتي بيعمل ايه. بربي الشخص ان هو يبقى عنده توازن في حياته، يعرف كل ساعة في أوقاته بتروح فين وبتبذل فين. يبقى المربي ساعة بتضبط حياة الأشخاص. طيب الداعي إلى الله عز وجل، الداعي إلى الله عز وجل هذا لقب يجمع الجميع، يجمع الجميع، وهو من يقوم بالوعظ والإرشاد العام الذي يجمع الأفراد. هو المربي لا، الأفراد دول فين؟ في المسجد غالبا، أو هنا أو هنا. مين اللي لمهم؟ الداعي. يبقى الداعي بيدعو إلى الله عز وجل ويجمع الأفراد. بس المربي دوره أنه هو يأخذ الأفراد دي يعلمها ويأهلها ويوجهها ويجعلها قادرة على تحقيق أي أهداف تطلب منها. ويجي القائد بعد كده ياخد الأفراد دول يعيد ترتيبهم وتوظيفهم فيضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فتنتج العملية التربوية الناجحة، إنك بتطلب من واحد عمل فيتممه على أكمل وجه. إذن هل المربي مثل القائد مثل الداعي ولا في اختلاف؟ في اختلاف قطعا. طيب هل هذا الاختلاف كان معتبر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعتبر ان ده قائد غير الداعي غير المربي، ده حاجة وده حاجة وده حاجة، ولا كان كله خير؟ كله خير؟ لا، كان مختلف. كان كل واحد له وظيفته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد مبادئ كثيرة، منها الانتقاء ومنها التخصص، ان كل واحد له تخصصه، إن كل واحد يصلح لمكانة محددة، مش كل واحد ينفع في أي حاجة، مش كله خير، مش زي ما تيجي تيجي، مش يلا الخير الجود بالموجود، لا مش كده. ولكن كل واحد له دوره، كل واحد له عمله المؤهل له. ولذلك كان في تصنيفات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوم بها، فمنها الأدوار التربوية كان بيختار لها بعض الأشخاص ويدفعهم في هذا الباب. أدوار تربوية، مين في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقوم بالأدوار التربوية اللي هي فيها معاهدة الأشخاص وتهيئتهم وتربيتهم شيئا فشيئا؟ مين كان بيقوم بهذا الدور؟ مصعب بن عمير، ده من أشهر الناس
من أشهر الناس مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير أولا، مصعب بن عمير كان في مرحلتين، مرحلة قبل الهجرة ومرحلة أو مرحلة قبل المدينة ومرحلة بعد المدينة. مرحلة قبل المدينة أين كان مصعب؟ كان فين مصعب قبل المدينة؟ كان فين؟ كان في دار الأرقم. كان في دار الأرقم كان بيعمل إيه؟ كان بيتعلم ولا كان بيتربى؟ كان بيتربى، لأن التعليم كان بره، كان بيتربى. يبقى في دار الأرقم كان يتربى مصعب رضي الله عنه 4 سنوات. مصعب التزم أو أسلم وعنده 15 سنة، قعد 4 سنوات بس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بقى 19 سنة. ال4 سنوات دول قضاها في دار الأرقم يتربى على الإسلام، على الإيمان، على العمل لدين الله تبارك وتعالى. بعدها انطلق إلى المدينة، فكان مصعب المربي، مصعب الداعية رضي الله عنه. مصعب هنا جمع صفتين، إن هو اللي كان بيدعو الناس فيلتزموا على يديه، واللي كان يقعد يأدبهم ويهذبهم ويربيهم فيصبروا ويتغيروا ويتحولوا من مرحلة إلى مرحلة. هذا مصعب رضي الله عنه. إذن اختياره هذا يعني مبدأ التخصص ولا لا؟ إن ده ما بعتش واحد غيره، كان ممكن يبعت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن جعفر الرسول عليه السلام أرسله إلى الحبشة. طب ليه أرسله الحبشة؟ دوره إيه في الحبشة؟ ها، قائد ولا داعي ولا مربي؟ قائد. ها، طب إيه تاني؟ داعي. داعي، داعي الحبشة كان داعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كان رايح لأهل كتاب، فكان دوره أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الناس دول لربهم سبحانه وتعالى. أيوة قد مجموعة وتحرك بيها مظبوط، لكن عمله الأساسي كان إيه؟ كان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعبيد الناس لله عز وجل، كان دوره داعي إلى الله. معاذ بن جبل لما أرسل إلى اليمن كان قائد ولا داعي ولا مربي؟ ها؟ ده كان زي مصعب بن عمير رضي الله عنه، ده كان مربي، ذهب يدعوهم ويربيهم، يدعوهم ويربيهم على دين الله تبارك وتعالى. أيضا كان في أدوار قيادية كثيرة معروفين قادة الرسول عليه الصلاة والسلام، زي مين؟ أسامة بن زيد. مين تاني؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. ها؟ القادة المشهورين بأنهم قادة، قادة حرب. ها؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، عمرو بن العاص، عقبة بن نافع. عقبة بن نافع من الصحابة. ها؟ فدول كل دول إيه؟ كانوا قادة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو عبيدة بن الجراح، وكذلك عمرو بن العاص، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة رضي الله عنه، كل دول كانوا قادة. يعني الرسول يبعتهم لقيادة جيش، وتجد التوازن في التكليفات. فمشهد جميل جدا بين خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل ده احنا قلنا عليه ده قائد ولا داعي؟ مربي. ده مربي وداعي، ده مربي وداعي، لكن ما هوش قائد مشهور زي القادة دول. تجد معاذ بن جبل رضي الله عنه يجلس في مجلس علم يعلم الناس، وقدامه مين؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه قاعد تحت رجليه يتعلم منه. وبعد كده ينعكس المشهد عشان تشوف خالد بن الوليد يجلس على فرسه وينظم جيشه، وفرد من افراده معاذ بن جبل رضي الله عنه. مشهد عجيب ان معاذ بن جبل اللي كان استاذك من شويه هو دلوقتي واحد في الجيش، وانت اللي كنت قائد الجيش انت قاعد تتعلم من معاذ بن جبل اللي هو كان فرد عندك في الجيش. اذا في توظيف ولا لا؟ في تحديد تخصصات ولا لا؟ وده توزيع الادوار، ان كل واحد يبقى ليه دوره اللي بيرضى بيه ويقنع بيه ويبذل في هذا الدور قصارى جهده، انه يبذل قصارى جهده للنجاح في هذا الدور الذي يقوم به. ايضا هناك ادوار كانت دعويه زي دور جعفر بن ابي طالب ودور مصعب بن عمير ودور كل اللي فاتوا دول، برضو كانت ادوارهم ادوار دعويه. كان في ادوار ثانيه غير الثلاث ادوار دول، منهم مثلا الادوار المخابراتيه.
شغل المخابراتية ده مطلوب في الجيوش ولا مش مطلوب في الجيوش؟ هل كان بيتم ولا ما كانش بيتم؟ كان بيتم. النبي عليه الصلاة والسلام رصد له حاجتين، حالتين. الحالة الأولانية نعيم بن مسعود رضي الله عنه. نعيم بن مسعود ده أسلم وهو في جيش العدو في غزوة الأحزاب، ثم تسلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إليه أثناء المعركة، ما هي يعني شديدة والحصار شديد جدا والظلام شديد والبرد شديد والريح شديدة، كانت ليالي كرب على الكفار وكذلك على المسلمين، كرب شديد جدا. وفي ليلة من هذه الليالي الشديدة يتسلل نعيم بن مسعود ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى فيقول له: من نعيم بن مسعود؟ فقال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه رأيك لما أقول لك نعم رسول الله؟ أنت جاي مسلم ولا جاي كافر لسه؟ فقال له: ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ جاي لي دلوقتي دي الدنيا صعبة، اللي عايز يسلم يسلم في الرفاهية، يسلم والدنيا كويسة، مش وهي أزمة بالمنظر ده. ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ قال: جئت لأسلم، جئت لأسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أحد بإسلامي، فمرني بما أحببت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: محدش يعرف إيه بإسلامي، أمرني بقى باللي أنت عايزه، كل اللي أنت تحبه أمرني بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. قال له: أنت إيه؟ أنت فينا بيت راجل مننا النهاردة، لكن أنت كم واحد؟ أنت واحد، تقدر تعمل؟ تقدر، ولكن على قد ما تقدر تبذل جهد ابذل، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. نعيم بن مسعود الدور بقى المخابراتي اللي عمله كان خطير جدا، ان هو كان فيه ثلاث احلاف، يعني الغطفان واليهود وقريش، دول كانوا متحالفين مع بعضهم، فذهب الى اليهود وذهب الى غطفان وذهب الى قريش واوقع بينهم، عمل وقيع بين داوده بين داوده وبين داوده لغايه ما انحل التحالف وانهار هذا الحلف الكبير وانصرف هذا التجمع الهائل وانتصر المسلمون بسبب خديعة وبسبب تحرك من نعيم بن مسعود رضي الله عنه. فده كان دور خطير جدا. كذلك حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب إلى معسكر المشركين برضه في غزوة الأحزاب، فيتسلل ويذهب إلى معسكر المشركين ثم يدخل خيمة القيادة، وشوف الدقة والقوة والمهارة، أنه يوصل لغاية غرفة القيادة ويدخل، فيجد القوم مجتمعين وأبو سفيان يجلس وأمامه ركية من النار يتدفأ بها، ثم يقول لهم: فليتعرف كل رجل على صاحبه. عايز يتكلم كلام سر، فبقول كل واحد يتعرف على صاحبه بسرعة. حذيفة يسأل اللي جنبه: من الرجل فلان؟ من الرجل على اليمين عشان فلان؟ ومحدش يسأل حذيفة رضي الله عنه، سرعة بديهة. حذيفة يسأل على اليمين مين الرجل، على الشمال مين الرجل، فخلاص ما حدش يسأله ويقعد يسمع، فيسمع أن القوم قد أرادوا الانصراف والخروج من هذا من هذه المعركة، فيرجع ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. فهذا من الأدوار المخابراتية التي كان يقوم بها حذيفة رضي الله عنه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حدد وخصص للوحي كتبة، فهؤلاء كتبت الوحي، كذلك كتمان السر جعل حذيفة رضي الله عنه، كذلك تعلم لغة اليهود جعل زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن التخصص مطلوب جدا في حياة المعلم. احنا عايزين ننتقل من التربية العشوائية إلى التربية التخصصية، انك انت تبقى تربي بتخصص، تبقى فاهم انت بتعمل ايه، أهدافك واضحة وتتحرك فيها بعمق وليس تحركا سطحيا. اختيار المربي، اختيار المربي، كيف يتم اختيار المربي؟ فبيقولوا فيه طريقتين لاختيار المربي. الطريقة الأولانية فيها تساهل، تساهل، لا تضع قيود ولا تضع شروط، ولكن الجود بالموجود. عارفين نظرية الجود بالموجود؟ يعني اللي موجود يسد، اللي موجود يسد. عايزين واحد يحفظ قرآن ويعلم الأولاد، أي حد يقعد وأي حد يسد. هذه مدرسة،
مدرسة الجود بالموجود. في مدرسة ثانية ولكنها متشددة جدا في هذا الباب، وهي مبالغة في الاختيار، بتغلب المثالية، بتغلب جانب المثالية في تصور حال المربي. يعني تضع للمربي جانب تخيلي، يعني صعب جدا انه يصل اليه، صورة مثالية جدا للمربي. وهي الصورة المثالية ديت بتخلي الاوراق طي الادراج. يعني ايه تخلي الاوراق طي الادراج؟ يعني انا حاطط شوية مؤهلات ومواصفات صعبة جدا، طب ايه اللي هيحصل؟ ان محدش هتنطبق عليه هذه المواصفات، وبالتالي هتشتغل الاوراق في الادراج، ويبقى الاختيار اختيار عشوائي. طب احنا بنقول ايه الصورة المثلى للاختيار؟ هل الصورة المثالية هي ديت اللي نختارها وما نلاقيش معلمين؟ ولا ممكن يكون في ضابط للصورة المثالية؟ فبنقولها لابد يكون في ضابط للصورة المثالية، لازم يكون في ضابط للصورة المثالية. اولا، هي الصورة المثالية احنا محتاجينها انها تكون قدامنا كعنوان. محتاجين نعرف ايه هي المواصفات المثالية تبقى قدامنا كعنوان. ليه؟ علشان لما اولا علشان نبص لها لنصل اليها. لما يكون عندي صوره مثاليه او هدف مثالي او شيء عظيم عالي، يبقى انا دايما ببص له عشان اوصل له. لما واحد يكون هدفه عظيم فدايما يبص لفوق عشان يصل لهذا الهدف. وكمان عايز الصوره المثاليه ديت عشان لو انا ماشي في السكه اتكعبلت وانتكست في الطريق ومش عارف اوصل، لما أبص ألاقي قدامي صورة مثالية أقدر أبص لها واستمر وأوصل لهذا الطريق. إذن الصورة المثالية إحنا محتاجينها، ولكن لازم يكون في بعض المواصفات المقبولة في الشخص الذي نستطيع أن نتعامل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة، يعني النفوس المثالية مش ممكن تلاقيها متكاملة بنسبة 100%. يعني المواصفات المثالية هل ممكن ألاقيها في كل الناس؟ ولا ممكن الاقي صفه هنا وصفه هنا وصفه هنا وصفه هنا؟ ممكن الاقي الصفات المثاليه متناثره بين ده وده وده. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الناس كابل مئه لا تكاد تجد فيها راحله. الراحله ديت اللي بتجتمع فيها كل الصفات المثاليه. يبقى كل 100 واحد ممكن تجد كم واحد؟ واحد. كل 100 واحد ممكن تجد واحد فقط. ولما استعمل عمر رضي الله عنه على الجزيرة وعلى قضائها وعلى خراجها ميمون بن مهران، فكتب ميمون بن مهران إلى عمر بن الخطاب يستعفيه. ميمون بن مهران لما وصل الجزيرة ما قدرش يقوم بالقضاء، فكتب لعمر يستعفيه، بقول له أنا اعفيني ما قدرش أتولى ولا يعني قيادتها، إن هو يكون والي عليها، ولا إن هو يقدر يكون قاضي فيها. ليه؟ لان سبقوا صور مثاليه عاليه جدا، هو شافها ما قدرش يوصل لها، شاف قدامه نموذج مثالي مش قادر يوصل له، فطلب الاستعفاء، اعفيني. زي ما انت مثلا يكون واحد قبلك ماسك الحلقه ومتميز في ادائه، وبعد كده سافر وساب لك الحلقه، بتلاقي نفسك انت ايه؟ مسكين في وسط الناس، مش عارف تعمل زي ما كان بيعمل، مش عارف تحقق الانشطه اللي كان بيعملها، فتلاقي نفسك مسكين في وسطهم مش عارف تنتج حاجه. كذلك ميمون بن مهران شاف نفسه مش قادر يحقق الدرجه والصوره اللي كانت موجوده، فاستكتب عمر، كتب لعمر رضي الله عنه يستعفيه من الامر، وقال كلفتني ما لا اطيق. فكتب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اجبي من الخراج الطيب واقضي بما استبان لك، فان التبس عليك امر فادفعه الي، فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه ما قام لهم دين ولا دنيا. فعمر الخطاب سهل الأمور، قال له اجبي من الخراج اللي تقدر عليه، أطيب الطيب هاته، واقضي باللي تعرفه من العلم اللي انت تعرفه، اقضي بيه، واللي ما تعرفوش اسأل فيه. لأن الناس لو كل ما يكبر عليها شيء وما يقدروش يعملوه يستأذنوا ويعتذروا ويمشوا لن تقوم لهم امور دنياهم ولا امور اخراهم. امال ايه؟ انت امشي خطوات، واللي مش عارفه اسال فيه، اللي مش عارفه استرشد بيه، هتجد نفسك بتمشي خطوات ايجابيه للامام مباشره. الصفات المربي كثيره، ولكن منها اول مقوم
من مقومات المربي هي مقومات البدء والانطلاق. عندنا أربع مقومات، أولى هذه المقومات مقومات البدء والانطلاق. مقومات البدء والانطلاق دي المفترض أن المعلم أو المربي ما يشرعش في العملية التربوية إلا وهو يكون أتمها، إلا يكون أتمها. مقومات البدء والانطلاق، من أولى هذه المقومات العلم، أولى هذه المقومات العلم. ولما نتكلم عن العلم لا نقصد به شيء واحد، ولكن هنقصد به أربع نقاط، هنقصد به أربع نقاط إحنا هنذكرهم النهاردة إن شاء الله، يعني ذكر سريع وبعدين بنستكملهم إن شاء الله بعد ذلك. العلم حينما نذكره نريد فيه المنهجية في التحصيل، يعني العلم ده هنقسم تحتيه أربع نقاط، هنتكلم تحتيه في أربع نقاط. أول حاجة المنهجية في التحصيل. النقطة الثانية التفريق بين تحصيل العلم للامتحان أو للتربية والتبليغ. يعني أنت بتتعلم العلم ليه؟ عشان تمتحن وعشان تنجح، ولا عشان تتربى وتبلغه؟ أيضا العلم نريد به التوازن بين مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي، وبين العطاء التربوي. لما نتكلم على التوازن نقصد به توازن بين حاجتين، بين مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي، مذاكرة واستمرار، وبين العطاء التربوي، انك انت ايه، انك انت تدي. يعني العلم هنا لازم يكون في توازن بين ثلاث حاجات مهمة جدا، الأخذ والعطاء والبناء. انت بتاخد، بتتعلم، بتعمل ايه اللي انت بتعلمه؟ يجب انك انت تكون بتتربى بيه، وفي نفس الوقت بتديه، يعني بتبذله، يعني بتاخد العلم تعلمه وتعمل بيه ثم تبذله لله تبارك وتعالى. توازن بين مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي والعطاء التربوي. النقطة الرابعة من العلم وهو وضع العلم في إطار الهيبة والوقار. وضع العلم في إطار الهيبة والوقار. يبقى احنا كده لما نتكلم عن العلم بنتكلم على أربع نقاط مهمة، وهي المنهجية في التحصيل، النقطة الثانية التفريق بين تحصيل العلم للامتحان أو للتربية والتبليغ، النقطة الثالثة التوازن بين مذاكرة العلم واستمرار البناء العلمي والعطاء التربوي، النقطة الرابعة وضع العلم في إطار الهيبة والوقار. وإن شاء الله نستكمل بقية البحث في الأسبوع القادم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.